هل ممكن لو حصل ان زيزو مشي يرجع الاهلي؟ كل شيء وارد، ايه اللي يمنع؟ هو كان حد يتوقع ان امام عاشور يرجع الاهلي؟ ما كانش حد يتوقع. يعني هل لو مشي من الزمالك ممكن يبقى زيزو تارجت للاهلي في يوم من الايام؟ ده اكيد يعني يقعد يتارجت الاهلي كده بعد سنه، انت عارف الاهلي نفسه طويل في الحاجات دي. لا ده مش ممكن، ده اكيد اكيد. بص، من حق كل نادي اكيد من حق كل نادي انه يدعم صفوفه بما يتراءى ليه. موضوع زيزو مع نادي الزمالك قد يكون كان حساس شويه ان الاهلي يدخل على زيزو ويتفاوض معاه مع مجلس الزمالك وفي علاقات، لكن في الاخر انت بعته فما تلومنيش. يعني لو الاهلي كلم زيزو تاني يوم مسافر من حقه، ومحدش يقدر يلومه زي امام عاشور، محدش يقدر يلومه. هو الاهلي ما راحش يتكلم مع امام عاشور وهو في الزمالك، وفي الاخر الزمالك باع بكل اريحيه وبكل رضا امام عاشور واصبح مطروح في السوق. ده بالعكس كمان ادخل عليه، ده الراجل يعني كان موجود وبيقول انا عايز، بس ما قومش قال لك ولا حد سال. خلص نفسك يعني ايه؟ يخلص نفسك دي لو بيلعب في مركز الشباب يخلص نفسه؟ مش فاهم. لا طبعا، يعني امام عاشور من اللعيبه اللي تضيف للفرق. اتقالت له كده وقتها يعني؟ لا ما هو خلاص اللي حصل حصل، بس امام عاشور لازم جمهور نادي الزمالك يعرف كويس قوي، امام عاشور ما غلطش في حاجه، ما غلطش. الراجل قعد شهر في نادي الزمالك بيتسول اللعب عايز، والناس ما لا سالت ولا فكرت حتى تراسل النادي هناك ولا عملت اي كونتاكت. خلاص هو متاح لاي حد، فالراجل المفروض يعمل ايه؟ يعني يعتزل مثلا او يبطل كوره، او يعني خلاص مش هلعب كوره يا جماعه. طب اذا كان النادي مش عايزه، لو كان عايزه حتى كان فكر حتى يعني باي وسيله، لكن الموضوع كان مقفول قفل تماما. فكره ان زيزو ممكن يرجع الاهلي دي وارده لو مشي؟ لو زيزو عايز، لو زيزو عايز هو خلاص اصبح متاح يعني. ايوه ولا هيتلام عليها كابتن بشير ولا حتى زيزو هيتلام عليه، ما انت بعتني وكسبت مني فما تقدرش تلومني. ما حدش قال لي كلام. اصل لما يمشي بيتبيع لنادي تاني بعد سنه بعد سنتين بعد ست سنوات، اللي بيدفع اللي بيعمل بيدي عرض اكبر تمام هيرجع ليه. جايز انا كزيزو جايز مثلا، ده مثال، مش عايز ومع حضور فلوس كتير مش عايز. جايز زيزو دي رغبه زيزو اللي هتفرق، يعني النادي الاهلي او اي نادي هيبقى عايز لعيب زي ده، مش في امكانيات زيزو هيفيده، عايزه طبعا ايه المشكله. لكن افرض زيزو مش عايز، ده هتبقى رغبه زيزو هي اللي هتفرق، لان هو فري، هيبقى فري بقى خلاص، بقى ملوش دعوه بالزمالك خالص. طب وليد، الناس بتقارن يعني انه الزمالك رغم غيابه عن الفوز بالبطولات المحليه الكبيره والمنافسه حتى على الدوري، وده مش مكانه، يعني المكان الطبيعي للزمالك انه ينافس الاهلي لغايه اخر دقيقه على طبعا على البطوله، يعني ان لم يفز بها يعني اكيد. والدور ده قايم ببيراميدز بقاله سنتين ثلاثه اهو، اكيد. حتى لما الاهلي تراجع برضه بيراميدز كان هو تاني بعد الزمالك، يعني حاجه غريبه جدا. في الوقت اللي الاهلي بيكسب كل البطولات، خلاص بقى لنا سنتين الاهلي بيكسب كل حاجه، تلاقي الاهلي عمال يحط صفقات ضخمه زي ما انت قلت كده، يحيى عطيه الله بيجيب فيرود افريقي يعني خلال ساعات هيبقى موجود في الاهلي، محمد علي بن رمضان زي ما عرفنا ناديه المجري مأجل بس 24 ساعه، عنده ماتش مع ميتلاند في 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 المجموعات اعتقد، في الدوري التصفيات التاهيليه في الدوري الاوروبي اعتقد، فمأجل بس 24 ساعه. ثم يعني في كلام انه بنسبه 95% خلاص الصفقه تمت، محمد علي بن رمضان، ان الاهلي عايز يجيب بيفاضل زي ما انت قلت بن شرقي وسفيان بوفال. وسفيان بوفال انت بتتكلم في اسم بوفال، ده اسم يعني طبعا كان من نجوم، بس استبعد بن شرقي، ده استبعد ان الاهلي يجيبه بن شرقي. بس في الاخر الليفل يعني، شوف المستوى يعني اللي مثلا يعني المنافس يعني بتاعك يعني بيتكلم فيه الكلام كده في المرحله دي، الاهلي بيفاضل بين بوفال يعني اصلا الليفل اللي الاهلي بيتكلم فيه بقى عامل ازاي؟ وهو ايه كسبان كل حاجه؟ عارف ليه؟ انا بقول لك هو كسبان كل حاجه. عارف ليه؟ عشان في ناس لعبت كوره وبتفهم في الكوره وعارفه هي بتجيب ايه، ويعني دي الشغلانه دي بتاعتها. الناحيه الثانيه لا، الناحيه الثانيه اي حد بيجيب اي حد وخلاص يعني يلا. يعني مش شغل كابتن احمد سليمان، مش شغل كابتن عزيز السيد، مش لا شغل لا طبعا كابتن احمد سليمان، معلش مع احترامي برضه، هو مدرب حراس يعني، مش زي كابتن خطيب، مش زي كابتن محسن صالح. حتى لو كابتن محسن صالح ده مش باين حتى في الصوره، بس راجل مدرب مدرب مش مدرب حراس، مدرب منتخب عنده حاجه في الكوره، مش زي كابتن زكريا ناصف، مش زي كان خالد بيبو شويه كان داخل اللجنه وخرج بعد ما بقى مدير كوره، مش زي الناس دي. معلش كابتن حسام غالي في اللجنه برضه ستيل في اللجنه، كابتن حسام غالي وحسام غالي مثلا كمان اهو، ده حقيقه. هناك بقى مين في اللجنه؟ طيب ايوه بس كابتن احمد سليمان اسم، لا اسم محدش يختلف على اسم. وانا انت بتتكلم في اداره الفريق، في اداره الفريق واداره انتقاء الناس اللي تفيد الفريق
وما العينه باينه، ما احنا لسه جايبين 10 11 لعيبه اهو بيلعبوا في حته واحده وبنعاين من المراكز كلها اهو. اه النادي الاهلي بيجيب لعيبه ممكن تبقى تفلت منه يكونوا مثلا مش على مستوى النادي الاهلي بيمشوا واحد اثنين، انما ما بيجيبش 10 11 في حته واحده وما فيش ولا ثلاثه ممكن يلعبوا او اثنين اثنين، ويعني الثالث يظهر مؤخرا يعني لسه. لا طبعا حته الكوره دي واختيار العيب مش اي حد يختار لعيب يلعب في نادي الزمالك. من الاثنين والثالث اللي ظهر مؤخرا يعني هنقول ناصر ماهر يعني ظهر بشكل كويس جدا يعني ده من الاثنين. اه طبعا وفي عبد الله يعني اهي يعني في الاواخر بيقوم بس قومه ما لهاش لازمه بعد ما فقدنا كل حاجه يعني كان دي بدري شويه. وشحاته أنا مش هتكلم عن الراجل المصاب طبعا، شحاته طبعا يعني لو بالمستوى ده لا يعني لازم يبقى هيبقى حاجه تقيله هيفيد الفرقه سيستمر على كده بس وهيعلى كمان تمام.